السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الا كنت اول مره كتفرجوا فيا، ما عليكم الا تهبطوا لتحت ديروا اشتراك او صابوني للقناه وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد ديال القناه. عمرني ما درت لكم شي ستوري تايم ولا عاودت لكم شي قصه عليا، بزاف الناس ما عارفينش بزاف الحوايج عليا. اليوم ان شاء الله قررت انني نعاود لكم على الدراسه ديالي، المراحل اللي دزت منهم وعلاش حبست في لافاك وبزاف الحوايج. المهم غادي نبدا لكم بالدراسه من اللي الله بدات في 2001، يمكن عندي 6 سنين فاش اول مره غادي ندخل المدرسه. هذيك الاجواء ديال ان ما عارف والو، يعني في العروبيه في الباديه، كان عقل فاش يلا دخلنا اول مره للقسم كاملين حيدنا الصنداله، عاد حيدنا الصنداله ولا الصباط، عاد دخلنا للقسم باش تعرفوا ديك النيه اللي كانت فينا وديك البراءه. المهم من بعد قريت هذا الشيء كنقول لكم فينا واحد اسفي، من بعد قريت التحضيري الثاني الثالث الرابع، تحولنا لطرفايا في الجنوب، تحولنا في 2004 كيف ما قلت لكم. مشينا يمكن قبل ما تبدا السنه الدراسيه الجديده، مشيت سجلت وداك الشيء. من بعد المدير قرر انني نعاود داك الرابع ابتدائي، نظرا الفرق اللي كاين بين النظام ديال واحد اسفي وتما. من بعد غاد الدراسه مزيان حنا غاديين حتى السادسه، حنا غاديين مزيان، طلعنا للسابعه الثامنه التاسعه راكم عارفين. وصلت السيزيام الباك قرب الجهوي، ما حفظتش ليه، كنت مرضت وما بقيتش هو هذاك، ما عرفتش واش ديك الخلعه ولا ما عرفت. المهم ما وجدتش الجهوي، جبت فيه يمكن شي سبعة وفاصلة شي حاجة. وشنو اللي اعتقني؟ الفرنسي، هي اللي غادي نهضر لكم عليها. الفرنسي اللي اعتقدني، الفرنسي، القصة اللي عندي معاه انه المادة الفرنسية، القصة اللي عندي معاه انني واحد المرة في السادس ولا في السابعة ما عقلتش بالضبط، في السادس يمكن، كان قال لنا الاستاذ غادي يجيبوا لي انه بحال دابا شي مدرسة تكتبوا انها بغات شي استاذ ديال الفرنسيه وتكتبوا الشروط اللي بغات. وما كانش بزاف التلاميذ اللي مهتمين، مشيت انا للدار بحكم ان الوالدين ديالي ما قارينش وما كاينش اللي كيعاونني، انا الكبير في خوتي، ما كاينش زعما شي واحد اللي كبر مني قاري وغادي يوريني وداك الشيء. جلست تنكتب وهادي وتنقلب في ديكسيونير وهادي، ودرت ليهم واحد الشرط هو باقي نعقل عليه، حيت هو فين غادي تغرز في ديك الغريزه ديال ان الفرنسي ونقرا الفرنسي وكلشي. كتبت ليهم مع ديك البراءه اللي كانت فيا، كتبت ليهم ان بروفيسور كي كوني بيا لا فرونسي. المهم ديت ديك الورقه فاش كنقراو بحال هكا، كل واحد كيقول حتى انا قلت دوك الشروط داكشي، بداو تيضحكوا عليا القسم، بدا يضحك عليا، يعني انا راه كيفاش قلتي ديك استاذ خاصو يكون كيعرف الفرنسيه، مادام انهم تقلبوا على الفرنسيه يعني شي استاذ راه خاص ضروري يكون كيعرف الفرنسيه. انا زعما يعني تبع ان داك الاستاذ خاصو يكون كي ميتريزيني ديك الفرنسي وداك الشيء. المهم ما علينا، بداو تيضحكوا عليا. الاستاذ ما عجبوش الحال، هو يقول لهم هاد الورقه ديال هاد التلميذ عبد الرزاق الا حطيناها في الميزان مع هادو اللي كيضحكوا، يعني ديك الورقه غادي تطلع، مادام ان هذا السيد راه مشى دار مجهود، نتوما ما درتو حتى حاجه انكم كتضحكوا عليه. من تما بدا تدخل معايا ديك القضيه، خاصني نمشي نقرا فرونسي. راه هذه سيزيام، من التاسعه سيكيام سيزيام الباك كنت كنجيب نقاط مزيانين في الفرنسيه. في السيزيام الباك كنت كنجي انا الاول الثاني في الماده الفرنسيه. من بعد فاش خديت الباك في 2014 خديته ب 11.53، يعني ماشي مونسيون. المهم كنت مرضت في النهار اللي انا ما عندي مشكل مع هذا المرض، واش ديك الخلعه اللي فيا ديال عندي مشكل مع النقط، فاش كنكون غندوز شي امتحان ولا غادي تخرج شي نقطه ما تنتروبل، فاش غادي تخرج النقطه ديال الباك مع الصباح فايقين باش نشوفوا ديك شكون في السيت، شكون اللي نجح اللي ما نجح، والسيت ما خدامش ومخلوعين وهذه. باقي نعقل الوالده ديالي تخلعات عليا ومالك واش بغا يوقع كاع. وواحد البنت كنت كنعرف هذيك الساعات في الرباط، ودخلت لذاك السيت ديال المناره، ماشي السيت ديال الوزاره، المهم داك السيت ديال المناره مابقاش دابا، كتدخل داك الرقم ديال التلميذ وكيعطوك واش نجحتي ولا ما نجحتي.
صافي هي هذيك فاش عطيتو ليها قالت لي راه نجحتي، المهم ما حسيتش بديك الفرحه، فرحات امي وهذيك السيده اكثر ما فرحت انايا من ديك تروبلت في داك الصباح هذا. المهم من بعد درت لافاك، درت الدراسات الفرنسيه، هنا فين غادي يبدا الفيلم ديال الدراسه ديال بصح القرايه كتبدا من مورا الباك. التوجه ديالي كان الفرنسيه لان واحد الاستاذ ديال الفرنسيه في الباك قال لي دير الفرنسيه راك مزيان فيها. مشيت درتها العام الاول، قريت مزيان، فاليديت اربعه المواد، بقاو لي جوج فاليديتهم في العاديه، رجعوا لي جوج راتراباج. العام الثاني بدا كيدخلني داك الفشل بزاف الاسباب، منها اول حاجه كانوا دي بروف ما مسوقينش، يعني فيهم شويه ديال الفرزيات ديال المهم ما تيتسوقوش الدراري بزاف، يعني الا كان عندك شي مشكل الا ما فهمتيش شي حاجه اللي جيتي تهضر معاه ما تيتسوقش ليك، ما كانوش بزاف. المهم كان واحد ثلاثة ديال لي بروف يمكن اللي عقلت عليهم. من تما بدا تيدخلني داك الفشل ديال ان اش بغيت انا هاد القرايه، وانا اش غدير ليا كاع، والناس قراو تاعي وشنو داروا. هنا كيدخلكم الفشل، انا هاد الشيء اللي ما بغيتكمش توصلوا ليه، انا ما كملتش القرايه ديالي، حبست في العام الثاني في لافاك الدراسات الفرنسيه، وما بغيتكمش حتى نتوما تحبسوا القرايه ديالكم كيف ما بغى يكون السبب. انا كانوا جوج اسباب، ان الوالدين ديالي على قد الحال، وثاني حاجه داك الفشل اللي كان شدني ان راه ما بغيتش مازال نكمل. صافي العام الثاني بديت كنقلب على خدمات، نجري هنا تنبريكولي هنا تنبريكولي هنا. هي هذيك من تما ندمت انا علاش ما كملتش قرايتي من واحد الناحيه، وما ندمتش من واحد الناحيه، ما ندمتش حيت الحمد لله واخا ما كملتش قرايتي راني خدمت وتنجري هكا وتنجري هكا وتعلمت شحال من حاجه. وندمت حيت القرايه ما تنقراوهاش باش نخدمو، تنقراوها باش نعمرو راسنا، باش تكون عندنا شخصيه، باش الا وقفتي حتى لا خدمتي في شي خدمه نيت، ولا نهار درتي لا كتب الله انا شي نهار درتي الشركه وقفتي مع الناس بداو تيهضروا بشي لغه وانت كتحشم قدامهم ما جاتش. يعني هذا الشيء اللي بغيت ننصحكم، انكم تكملوا قرايتكم كيف ما بغى يكون الحال. ما كان والدك على قد الحال، خدم وقرا، كنتي خدام سير تقرا، حتى امتى بقى فيا الحال انا فاش شفت الناس خدامين، بقى الناس خدامين في الوظيفه وتيمشي يقرا، يعني تي خدام هو في الوظيفه ديالو اربعة سوايع في الصباح ولا عشيه، وتيمشي يخطف ساعتين في لافاك ويقرا وهادي ويجري باش يطلع كراد، ولا باش يرتقي في الخدمه ديالو، ولا باش كتلقى باغي عمر راسو بالمعلومات ولا بالقرايه. كيف ما قلت لكم من بعد فاش حبس صافي بديت تنقلب على خدمه هكا، كنخدم هكا حتى جات واحد الخدمه، بقيت خدامه هي اللي خدام دابا. واحد الحاجه اخرى هي الناس اللي والديهم على قد الحال، وحتى اللي والديهم ماشي على قد الحال، الا جيتي لافاك ولا جيتي للمعهد من مدينه لاخرى، والديك كيخلصوا عليك الكراهو المصروف وكل شيء، غير الا ما باغيش تقرا بلا ما تجي تعذب والديك. هذه نصيحه للبنات ولا للدراري ولا اي واحد، ما تعذبوش والديكم حيت ما غادي تحسوا بها حتى تخدموا وتشوفوا المسؤوليه ديال بصح. كاين اللي عنده جوج ولاد، كاين اللي عنده ثلاثه، لهذا الناس اللي ما باغينش اللي ما داخلاش ليهم القرايه ولا ما باغاش يقرا اصلا، يعني ما مسوقش ماشي جاي باش يقرا، يعني هو ما باغيش يقرا من الاول، ما بلا ما تجي تعذب والديك. وتا لا جيتي لافاك كنتي باغي تقرا، ما تسمعش للناس اللي كيقول لك لافاك ما فيها والو، والناس اللي كيقول لك اللي قرا واش داروا بحالي انا. هاد الهضره ما تسوقوش لها حيت بصح ما غاديش تستافدوا منهم، حيت دوك الناس فشلوا كيف ما فشلت انا في الدراسه ديالي. واخا انا ما كنقولش انني وباغي نقرا ان شاء الله شحال من حاجه من غير الدومين ديال الدراسات الفرنسيه ولا القرايه، حيت الدراسه الفرنسيه بيني وبينها من 2015 حتى لدابا 2021. الدومين اللي باغي نقرا اللغه الانجليزيه، تنهضر بها مزيان، هي احسن من الفرنسي، ولكن باغي نجتهد فيها ونولي مزيان فيها وحوايج اخرين ان شاء الله. كيف ما قلت لكم ما تسوقوش لشي حاجه، الا عندكم شي هدف ديما ديروا هدف قدامكم راه غادي توصلوا ليه. درتي هدف انك تاخذ لا ليسونس راه غادي توصل ليها، درتي هدف انك تاخذ ديبلوم راه غادي توصل ليه، وما عمركم تعلموا حاجه وحده. يعني مشيتي قريتي الفندقه صافي تبقى تقلب، راه يمكن تقرا الفندقه وتجيك خدمه في حاجه اخرى وما تعرفش لا، يعني الا قريتي وعندك الوقت قريتي الفندقه وعندك الوقت قرا حاجه اخرى. ما عمركم تسمعوا ديك القضيه ديال سبع صنايع الرزق ضايع، الرزق ما ضايعش الحمد لله. الحمد لله انا دابا كنشوف راسي، شوفوا نتوما غير هذا الوباء هذا، بزاف الناس كانوا كيعرفوا غير الحاجه وحده، فاش جا الوباء ما لقاو ما يديروا. يعني اللهم احسن تعلم بزاف د الحوايج، ما سهلش لك في هذه تقلب في هذه، يعني تسد لك هذا الباب دق في باب اخر تيسهل الله.
هذا مكان، وان شاء الله عمركم تحبسوا في شي حاجه، بالاخص القرايه، حيت القرايه ما دارتش غير الخدمه، دارت باش تعمروا راسكم، باش تقويوا الشخصيه ديالكم، باش تبنوا المستقبل ديالكم ان شاء الله. هذا مكان الا عجبكم بحال هاد الفيديوهات نبقى نديرهم، قولوا عليا في لي كومونتير وبارطاجيو الفيديو. تهلاو في راسكم.